استكثروا هذه الأيام من الدعاء، واستكثروا من الاستغفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا دعاء أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة، وخصوصا في العشر الأواخر. اللهم إنا نسألك الحسنى وزيادة، فالحسنى هي الجنة، والزيادة هي لقاء الله فيها. اللهم بلغنا ليلة القدر، وارزقنا فيها على قدر قدرك. جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، وجعلنا الله وإياكم من عتقاء هذا الشهر الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بصحة وعافية وهنا، صوما مقبولا وافطارا شهيا بإذن الله. عندي عصير اليوم حلو جدا 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 ومفيد ولذيذ، وهكتب لكم طبعا الفوائد ان شاء الله في اخر الفيديو. عصير ايه؟ عصير البنجر، او في ناس تاني بيسموه شمندر على حسب اللهجة نفسها او على حسب البلد. طيب عصير البنجر ده بيتكون من ايه؟ عندي نص كوباية عصير، نص كوباية فراولة مجمدة، وممكن فراولة طازة. عندي تفاحية، وعندي واحدة من البنجر، وعندي قطعة بس من الجنزبيل الفريش. طيب هنعمل ايه؟ لازم اقشر التفاح وهقشر البنجر وهنحطه في الخلاط ونخلطه مع بعض. قطعتهم بالشكل ده، ممكن البنجر تسلقوه شوية لو بتحبوا. هبدأ اضيف ايه؟ هبدأ اضيف بقى المية. بسم الله، هبدأ اضيف كوباية من المية. وهضربه كويس جدا. نقول بسم الله ونضرب. كده خلاص. شايفين لونه حلو ازاي؟ ممكن تضيفوا له سكر او عسل زي ما بتحبوا، او ممكن بدل الميه يتحط له مثلا كوبايه عصير برتقال، او كوبايه عصير تفاح زي ما بتحبوا. بس انا عملته كده عشان يكون اخف، يعني ما احطش عصير تفاح تاني او برتقال، يعني كده كفايه. مره تانيه هنعمله بالبرتقال ان شاء الله. هنصبه مع بعض في الكوبايه. بسم الله. ممكن كمان تصفوه، بس انا عشان بحب اكل التفاح كمان. وهقدمه بالشكل ده كده. اتمنى يا رب ان هو يعجبكم وتجربوه كمان. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.